لهذا السبب تموت الحيوانات عندما تسير الأسماك على الأرض. منذ 6 سنوات في أستراليا كان الكثير من العلماء مندهشين بسبب قدرة هذه السمكة على إبادة مختلف أنواع الكائنات الحية، وهذا جعل الكثير من العلماء يقولون إنها تقدر على تشكيل خطر كبير على التوازن البيئي بين الكائنات الحية، بالإضافة إلى أن العديد من الفصائل الأخرى من الكائنات الحية لن تستطيع النجاة. كيف يمكن لسمكة صغيرة القيام بعمل كل هذا الشيء؟ هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم في هذا الفيديو، لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. من المعروف أنه هنالك بعض من الكائنات البحرية التي تستطيع التحرك على البر بكل سهولة مثل التماسيح، ولكن يوجد بعض الأنواع الأخرى الغريبة وغير المعروفة والتي لديها قدرة مذهلة في التحرك على البر. على سبيل المثال، هذه السمكة تعرف باسم أناباس تيستودينيوس، أناباس سلحفاتي، وهي تعتبر واحدة من أخطر الأسماك على مختلف الكائنات الحية. ولو كنت تعتقد أن الحجم يعتبر فارقاً مهماً في هذا الشيء، يجب عليك في البداية التعرف على النمل الأرجنتيني الذي يستطيع افتراس مختلف الكائنات الحية بكل سهولة، ومن الممكن أن يصل طول هذه السمكة إلى 9.8 بوصة، ومن المعروف أنها لا تعيش في مستعمرات. يقال إنها تمتلك هذه الزعانف التي توجد على الظهر والتي تشكل خطورة كبيرة على مختلف الكائنات الحية، حيث إنها حادة بدرجة كبيرة تجعل السمكة قادرة على التحرك على الأرض وتهديد باقي الكائنات الحية. حينما يقوم أي حيوان مفترس بالهجوم على هذه السمكة، تقوم بتمديد الزعانف الخاصة بها والتي تجعل عملية الابتلاع صعبة للغاية، وهذا يسبب نقص كمية كبيرة من الأكسجين والشعور بآلام صعبة تؤدي في النهاية إلى الوفاة ببطء. وهذا يعني أن مختلف الكائنات البحرية لو قامت بالهجوم على هذه السمكة سوف تصاب بالعديد من المشاكل، حتى أنه عندما يستطيع الإنسان مسك هذه السمكة بين يديه تجد أنها قامت بتمديد الزعانف بصورة مخيفة حتى تشكل خطورة على هذا الإنسان. ولحسن الحظ أن هذه الأسماك تعيش في مناطق معينة لا يحدث فيها خلل في النظام البيئي، ولكن لو ذهبت للمعيشة في أي مكان آخر جديد سوف تعمل على إفساد كل شيء، حيث أن نقص الطيور سوف يعمل على زيادة عدد القوارض والزواحف الخطيرة والحشرات. ويقال إنه في الطبيعي 40% من المحصول العالمي يتعرض إلى دمار بسبب هذه الكائنات التي سوف تتكاثر بشدة لو لم تهجم عليها مختلف أنواع الطيور، وهذا يعبر عن الخطورة التي تشكلها هذه السمكة الصغيرة على مختلف الكائنات الحية. عندما حاول العلماء دراسة المكان الأساسي الذي جاءت منه هذه السمكة، يقال إنه تم اكتشافها في البداية في جنوب شرق آسيا، وبعدها حاولت هذه السمكة الاتجاه إلى أندونيسيا والامتداد في الأجزاء الجنوبية، حيث إن هذه السمكة تستطيع معرفة إن كانت هذه البحيرة أصبحت ممتلئة بكمية كبيرة من الأسماك، وهذا ما يجعلها تبحث عن بحيرة أخرى، أو حتى تستطيع البقاء في الطمي لو تعرضت هذه البحيرة إلى الجفاف، وتستطيع أيضاً الخروج للبحث عن الطعام والعودة مرة أخرى من جديد. يقال إنها تمتلك خياشيم قادرة على حبس الأنفاس لأيام طويلة، ولهذا تستطيع البقاء على البر وتفضل التحرك في المساء أو في الصباح الباكر. ولكن كيف يمكن لهذا النوع من الأسماك الانتقال من الهند إلى أستراليا، حيث إن هذه المسافة كبيرة للغاية؟ يقال إنها تجد مراكب الصيد وتتعلق فيها بهذه الطريقة حتى تصل إلى أي مكان، وهذا يساعدها على التنقل بكل سهولة، ومن خلال هذه الطريقة يستطيع هذا النوع من الأسماك توسيع أراضيه حول العالم.
وهذا يدفع الكثير من الناس إلى محاولة تصوير هذه الأسماك وتداول هذه الفيديوهات مع مختلف السلطات، حيث أن اقتراب هذه السمكة إلى أستراليا يكون بمثابة حرب، وذلك بسبب أنه كما ذكرنا من قبل تعمل على قتل العديد من الكائنات الحية وتتسبب في تلف المحصول. وهذا الشيء يحدث في الصحراء، حيث تقوم مختلف الكائنات الحية بمحاولة افتراس نبات الصبار، لكنها تواجه العديد من الآلام الصعبة، وهذا ما يحدث مع هذه السمكة، حيث إن هذا النوع من الأسماك يصنف على أنه واحد من الأسماك التي تغزو الكثير من البلاد المختلفة، وهذا الشيء بسبب أنه يقوم هذا النوع من الكائنات البحرية بتشكيل الكثير من الخطورة والضرر على باقي الكائنات الأخرى التي تعيش في هذا العالم. ولهذا تحاول الكثير من السلطات دائماً منع انتشار هذا النوع من الأسماك في البلاد حتى لا تشكل خطراً على الكائنات الحية الأخرى والمحاصيل. على سبيل المثال، تعتبر الثعابين واحدة من الكائنات الحية الخطيرة والتي تتسبب في قتل الكثير من الفصائل الأخرى من الحشرات من جراء السم الخطير والأسلوب الفتاك في المعارك. كما يقال إن الثعابين والنمل كانوا يعيشون في عصر الديناصورات واستطاعوا النجاة من هذه المخاطر التي كانوا يواجهونها في هذا الوقت، وهذا ما يؤكد على أن الكثير من هذه الكائنات تتمتع بشجاعة وخطورة كبيرة جداً. وعلى سبيل المثال، هذا النوع من الأسماك الذي يجعل الكثير من الناس يحاول التخلص منه، حيث إن الكائنات الحية دائماً تعيش في تطور، وهذا ما دفع الكثير من هذا النوع من الأسماك على التغيير حتى يستطيع الانتقال من مكان إلى آخر. وبالفعل إن هذا النوع من الأسماك كان يعيش في بعض المناطق، لكنه بأساليب معينة يستطيع الانتقال والترحال من منطقة إلى أخرى، ولكن هذا يعني أنه يجب على كل شخص في هذه البلاد إبلاغ السلطات حتى يتم التعامل مع هذا النوع من الأسماك على الفور حتى لا تؤثر على النظام البيئي المتوازن. وعلى الرغم من أنها تسبب الضرر في الكثير من الحيوانات، إلا أن تواجد هذه الحيوانات يحافظ على النظام البيئي، وهذا أمر مطلوب لأن الخلل سوف يؤدي إلى زيادة الكائنات الأخرى التي في النهاية سوف تؤثر على هذا النظام الذي يجب الحفاظ عليه وعلى ثباته واستقراره. هل رأيت هذا النوع من الأسماك من قبل؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.